السيد عبد الكمال ابو مالك لغايه دلوقتي لم يعتمد النظام القانوني بحلول 25% من لهم حق الحضور بناء على 1084. بدا بهم الاجتماع صحيحا لابد من حضور 271 اللي حضر لغايه دلوقتي 181. ومن ثم جدول الاعمال سيتم تفويض مجلس الاداره باختصاصات جمعيه عموميه، وسيتم احاله الميزانيه والحسابات الكتابيه للجهاز المركزي لفحصه واعمال شؤونه. والله ولي التوفيق.